بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي طلاب كلية العلوم قسم الأحياء، النهاردة بنتكلم في مقرر الحبليات وبنتكلم في الثدييات. طبعا احنا عندنا شعبة الحبليات اللي هي الكورداتا، هيبقى فيها سبفايلم فيرتبراتا اللي هي شعيبة فقريات، وفيها طبعا زي ما قلنا قبل كده فوق طائفة أو سوبر كلاس الجناسيستوماتا اللي هي طائفة الفكيات، وفي مجموعة الأمنيوتا اللي بتشمل الزواحف والطيور والثدييات. النهاردة بنتكلم في طائفة الثدييات ماميلز أو الماميليا، كلاس ماميليا وكلاس ماميلز. وأول حاجة بنشوف في المثال النهاردة اللي هنتكلم عليه وهو الأرنب. مبدئيا الصفات العامة للثدييات إن هي أعلى مجموعة الفقريات تطورا، طبعا لها غدد ثديية عشان كده قلنا اللي يسموها الماميري جلاندس أو قلنا عليها الماميليا، تفرز طبعا اللبن وذلك لتغذية الإيه الصغار. الدم هي من ذوات الدم الحار، يعني درجة جسمها بيسموها هوم ثيرميك، درجة جسمها درجة حرارة جسمها تبقى درجة حرارة ثابتة بغض النظر عن البيئة اللي هي موجودة فيها. معظم ما هذه الثدييات برية، وبعضها طبعا ايه مائية زي الحوت والدولفين. الخفاش مع انه بيطير طبعا وليه جناحين، لكنه هو حيوان ثدي طبعا لانه بيقوم باليلد ويضع الايه ويقوم بارضاع الصغار. شعبة الحبليات هنتكلم النهاردة زي ما قلنا في طائفة، طبعا احنا قلنا كلاس الماميليا اللي هي الثدييات، هيبقى في سب كلاس تحت طائفة الثريا اللي هي الثدييات الايه الحقيقية، وناخد اوردر اللي هو بيسموه ليجومورفا اللي هي رتبة القوارض. والاكزامبل بتاعنا النهاردة ريكتولاجاس كونيكولاس اللي هو الرابت او الارنب. الشكل الخارجي للارنب زي ما انت شايف كده، تلاقي جسمه مغطى بالشعر، الرجلين الخلفيين طويلين عن الأماميين اللي تساعد في عملية الإيه القفز نوعا ما. الذيل قصير، له قاطعين علويين مصاحبين بقاطعين خلفيين صغيرين، يعني عنده قاطعين كبار وبعدين إيه قاطعين إيه صغار اللي هي الانسيسورز القواطع. جسم زي ما قلنا مغطى بالشعر واللي هو الهيكل الخارجي، ويتكون الجسم من 4 مناطق اللي هو الرأس والعنق والجذع والذيل. الرأس الفم أمامي وبه شفتان متحركتان، الشفة العليا مقسومة أو مشقوقة يعني بشق وسطي في النص، هتقولوا لو في بعض الأمراض الوراثية ولا شفة أرنبية. فتحات الأنف الخارجيتين تقع على أنف متحرك ومتصلتين بتجويف الفم. في عنده عينان كبيرتان بهم جفنين علوي وسفلي يحملان ايه طبعا بروموشن. في طبعا برضو الغشاء الرامش اللي هو النكتاتين جمبرين اللي هو كان موجود في الطيور. مقدمة الرأس في بها شعيرات حسية صغيرة وقليلة تسمى الخطرات أو فايبريزي، وطبعا هي حسية من اسمها. وفي كمان صوانة الأذنين اللي هو الإيربينا إيربيني جمع إيربينا الواحد، ودول كبيرين ويتحرك حركة حرة طبعا علشان يقدر يجمع الأصوات اللي هو ده. ده الجسم زي ما احنا قلنا فيه رأس وفيه عنق وفيه جذع وفيه بطن وفيه الذيل. طيب الجسم طبعا مغطى بالشعر الخارجي، الطرف الخلفي أطول من الطرف الأمامي، وفيه الخطرات اللي احنا قلنا عليها اللي هي الفايبريزي. العنق صغير لكنه متحرك طبعا عشان يساعد في عملية الرؤية. الجذع يشمل الصدر والبطن، الصدر ناحيته الضلوع والقفص ايه الصدر. البطن كبيرة وتنتهي بفتحة الايه الاست، ليه؟ لأن في فتحة القناة الهضمية بتفتح لحلها لوحدها عند قاعدة الذيل. توجد الفتحة البولية التناسلية أمام الاست في الذكر طبعا والايه الموجودة للأنثى. وفي اليد يوجد برضو 5 أصابع، وفي القدم يوجد 4 أصابع جماعة تنتهي بمخلب أو بمخالب قرنية، وتتوارى برضو من ضمن الايه الهيكل الخارجي الشعر والمخالب القرنية، ودي مقوسة الطرفين
الطرفين الخلفيين أطول من الأمامين، لسه طبعا في عملية القفز. الذيل زي ما قلنا قصير جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.